بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والبداية بالعناوين. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية يستطلع مناطق شرب المياه النقية بضواحي أم جرس. رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني يدعو القوى السياسية والوطنية لتقديم تنازلات وتقليب مصلحة الوطن. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل خواص نووية للشرق الأوسط. كانت تلكم عناوين النشرة، أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيلها. خلال إقامته بمدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيدي شرق، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتو قام بزيارة استطلاعية لأماكن مياه الشرب النقية بالمدينة، وذلك على ظهر الإبل الذي يستخدم كوسيلة نقل رئيسة بالمناطق الصحراوية. كان ذلك برفقة عدد من معاوني رئيس الجمهورية. اعتمد مستشار المجلس الوطني الانتقالي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الانتقالي صالح مكي، وبحضور وزير الأمن العام والهجرة الجنرال محمد شرف الدين مرقي، إلى جانب الوزير الأمين العام للحكومة هليك الشو محمد، اعتمدوا مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الأمن العام والهجرة القاضي بتعديل القانون رقم 19 من العام الماضي للنظام العام لموظفي هيئة الشرطة الوطنية. استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف، استقبل نائب رئيس المحكمة الدولية لحقوق الإنسان وعضو منظمة الشرطة الجنائية الدولية السيد كارلوس إبراهام، حيث تطرق اللقاء إلى أهم مجالات التعاون بين البلاد والمنظمة لتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة. في إطار جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح قطاع التربية والتعليم بالبلاد وتحسين قطاع التعليم، فقد أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار يتعلق بتعليق تصاريح إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة. وحول هذا الموضوع قدم الأمين العام لوزارة التربية الوطنية شرحا مفصلا عن أهداف هذا القرار، نتابع. كلنا نعرف قدر مدارة خاصة تساهم في التربية الوطنية، عشان ده قلنا هسك من هنا في سنتين ده التسريع ما في يخلي الحكومة والوزارة تنظم القايد في لجنة تقوم بتفتيش تشيف المدارس كيف قاعدين بيشتغلوا. السنتين ده ما بقولوا المدارس الخاصة ما تشتغل، لا، السنتين ده يخلينا ننظم الوادي كيف بعد سنتين إن شاء الله التسريح يكون يستمر، لكن ما بيودينا على سجاجين فوقها أي ما زول بيسي جواب بدوره أنا ندوره طلب، لا لا، خلانا عشان نفكر بكونه المدارس الخاصة التسايم أديل في التربية من الإيال المدارس ده تقوت المدرسة ذات وقت مفتوحة ده ما في إجراءات. المدرسة واجب الفصول يكونوا كم متر مربع، الإيال يكون يلقوا عندهم فداي، المدرسين اللي قاعد بيدرسوا يكون عندهم كفاءة، يكونوا عندهم محل يمشي سوى فوق الرياضة، والمدرسة ذاتها ما تنفتي في أي مكان، وزول البفتة المدرسة كلها يكون كان سيد المدرسة ده كان تاجر كله، لكن النادي اللي قاعد بقدم المدير المدرسين ده يكونوا ناس عندهم خبرة متعلمين. بعد ما سنتين نكمل ده يكون تقرير عام ومدارس دونك الواجب لهم يستمروا بيستمروا، الما واجب لها بخدم يسدوا، والمطالب البجو كان دول لكل ينتم إجراءات خاصة عشان فيما يخص الدكري والأريتي الحكومة نظمتها عشان تنظم فوق المدارس الخاصة. أما في الشأن السوداني،
دعا رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، دعا القوى السياسية والوطنية بالبلاد لتخليب المصلحة الوطنية بتقديم تنازلات متبادلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والعيش الكريم. وأكد سيادته خلال كلمته في مأدبة إفطار رمضانية أقامها عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا بمقر إقامته بمدينة المهندسين بأم درمان، وبحضور أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي إبراهيم والأستاذ الطاهر أبو بكر حجر والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الخالي علي يوسف وحاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي وعدد من ممثلي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والأحزاب السياسية والسلك الدبلوماسي. أكد عدم وجود أي سبب للصراع الحالي، وأضاف البرهان: نريد أن نعمل سويا من أجل انتقال سياسي حقيقي يشعر به الشعب. وأضاف البرهان: نحن ابتدرنا العملية السياسية وملتزمون بها حتى نخرج البلاد إلى بر الأمان. إلى ذلك دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا، دعا الجميع للالتفاف حول مطلوبات الوطن ومستقبل الأجيال القادمة مهما كانت التضحيات. كما خاطب مأدبة الإفطار حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي والأستاذ خالد عمر يوسف من حزب المؤتمر السوداني، مؤكدين ضرورة التوافق من أجل تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. نتابع. فجراح الوطن نازفة نازفة نازفة، راية الوطن سنبنيه، فلتلتف حولها كل الأيادي الثورية والنضالية والسواعد الندية، وطن حر ديمقراطي. يحق لي ولشعبنا أن نحلم، وقسما سيتحقق حلمنا غريبا جدا بإذن الله. ننتقي السلام من بين مليون فرصة بتاعت الحرب، ننتقي بالسلام. انتقيناها جمعا، نحن مرحب بكم، ونحن في قبول الآخر، ونحن معكم، ونحن جزء منكم وانتم جزء مننا. يجب أن نجلس مع بعضنا البعض لإخراج هذه البلاد من المازق الموجود. لا أنا مفكر ولا أنت مفكر ولا العسكري مفكر أكثر من العقل الجمعي، هو الذي يقودنا إلى السلام الدائم. إن كان من شيء يفترض يخلينا نحن فعلا منقسمين في البلد دي، نحن منقسمين بين حاجتين، منقسمين بين القوى الدائرة تعمل تغيير وقطيعة مع مشروع الاستبداد الحمل والنظام السابق، وما بين الناس الدارين يرجعوا عجلة الساعة لما قبل 11 أبريل. أنا داير أتكلم كلام يمكن نحن هسه شفنا التجاذب بين المجموعات السياسية، وأنا بصراحة ده أنا بترجى منهم أنهم كلهم يمزحوا جانبا، نحن وهم كتلة ديمقراطية المجلس المركزي كلنا نزح نفسح المجال لآخرين غيرنا. لو نحن ضيعنا 4 سنين ونتحدث في نفس الحديث 4 سنين، ما في زول دار يقبل بالتاني، كل زول دار يكبر كومه عشان المحاصصة. نحن أخواننا دير ناس المجلس المركزي من أول يوم قالوا نحن ما دارين محاصصة، أخواننا ناس الكتلة قالوا نحن ما دارين. طيب انتوا وقت ما دارين محاصصة وما دارين زول يزيد أكبر من الناس التانين، حقه نقعد ونفكر في الوطن، ما نفكر في اصلا في المكسب اللحظي. عشان كذا انا بقول والله احنا كلنا نمشي، نحن المركزي الكتله الديمقراطيه كل زول يتنازل ونخلي نفسح المجال لاخرين غيرنا، نحن ما عندهم حاجه في نفسهم عشان يشيلوها ضد الاخرين. احنا جزء كبير من صراعنا ده ما عنده، ما زي ما قالوا الصراع كله مصطنع كله مفتعل، اذا فتشت فيه ما بتلقى سبب كافي لأن الناس يتصارعوا. شرف نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو إفطار وزارة الثروة الحيوانية، وعبر وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي عن شكره وتقديره لنائب رئيس المجلس السيادي والسفراء على تلبيتهم دعوة الإفطار، ودعا بهذه المناسبة أن يوحد المولى عز وجل كلمة السودانيين جميعا مدنيين وعسكريين. متابع. السلام عليكم بخير، أتقدم بخالص الشكر للأخ نائب المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو والسادة الوزراء
والسادة السفراء الذين شرفونا بدارنا في الإفطار الرمضاني، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم إن شاء الله، ونسأل الله في هذا الشهر العظيم وفي هذه الأيام المباركات أن يوحد كلمة السودانيين ويشد من أزرنا إن شاء الله، ويوحد كلمة كل السودانيين إن شاء الله، مدنيين العسكريين. عالميا، أعلنت البحرية الأمريكية أن خواص تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له. وذكر المتحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان أن الخواص فلوريدا دخلت المنطقة الخميس وبدأت في عبور قناة السويس، وأضاف الخواص قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك، وأرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة. دان الاتحاد الأوروبي الهجمات في إسرائيل وإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الدولة العبرية، ودعا إلى ضبط النفس. وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد هجمات الجمعة في تل أبيب إن الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكامل لأعمال العنف هذه، كما دان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان مؤكدا حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. إلى هنا سادتي تكاملت هذه النشرة، أعود أذكركم بأبرز ما جاء فيها. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية يستطلع مناطق شرب المياه النقية بضواحي أنجرس. رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني يدعو القوى السياسية والوطنية لتقديم تنازلات وتقليب مصلحة الوطن. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل خواص نووية للشرق الأوسط. من قناة النصر 24 قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، تقبلوا تحايا الفريق العامل، ندعوكم لمتابعة بقية برمجتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله.